السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل برنامج بسيط بالسي شارب من خلال المايكرو. فدي الشاشة بتاعته، لو انا عايز اجيبها هجيبها من مانج وهقول له مايكرو مانجر فتظهر لي الشاشة ديت. طيب لو انا عايز البرنامج بتاعي ما يشغلش المايكرو اوتوماتيك، هاجي هنا مايكرو واقول له ديسيبل ابلكيشن مايكرو. لو انا حاسس ان في حد بيلعب بديله في الشركة يعني، تمام، ممكن تقول له ديسيبل او اسألني قبل ما تشغل المايكرو والحاجات دي، تمام. فانت تقدر تعمل ديسيبل او انيبل للمايكرو من هنا، اقول له مايكرو مانجر هنا، ده خاص بالمشروع ده بس. لو انا عايز المايكرو اللي انا عامله يشتغل في اكتر من مشروع اقدر اشغله من اي مكان، هجيبه من هنا من ابلكيشن، اقول له اعمل لي مديول هسميه مثلا ايه، هيكون سي شارب او فيجوال بيزك دوت نت او روبي او بايثون، دي الاربع لغات اللي اقدر ابرمج فيهم جوه الريفت. طيب خلينا نديله اسم كده يكون حلو شوية، هلو وورلد. طيب لما اقول له اوكي هيرفض ولا هيوافق؟ هيرفض. ليه؟ عشان في مسافة، تمام. اقول له اوكي هيوافق على ان انا اعمل البرنامج بتاعي. طيب ده الجزء دوت المعلومات، ما دام عامل الشرطة والنجمة يبقى كل اللي هنا دي عبارة عن البيانات مش هتنفذ، تمام. فكل ده بيتكلم على اسم اليوزر، الديت، التاريخ، بلا بلا بلا، اي حاجه تكتبها هنا مش يترجمها لشغل يعني. هنا بيبدا يدخل الدول اللي هستخدمها. يبقى انا لو فتحت الفيجوال استوديو اقدر احط دول عندي بحيث اقدر اتعامل مع الريفت، اعرف الدول بتاعه الريفت واشتغل معاها. هنا بيبدا يشوف الستارت اب، الشوت داون، الحاجات ديت. لما يخلص شغل بتقول له بيلد سوليوشن، بيبدا يعمل لي الموديل. لو عنده اي اخطاء هتبدا تظهر معايا هنا، تمام. طيب انا هقول له انا عايز ماكرو، اقول له ان ده في السي شارب واسميه اتش، واقول له اوكي. طيب هاجي هنا، ده الجزء الخاص بالاتش، اقول له هنا تاسك دايلوج دوت شو، معناها ايه؟ يظهر لي نافذه اللي هي بيقول لي انت صح انت غلط اسمك ايه، الحاجات اللي بتظهر لنا ديت. ويخلي التايتل بتاعها هاي، ده التايتل، ده العنوان. الرساله اللي هتظهر لي هالو وورلد، جميل جدا، تمام. طيب ممكن اعمل برضو التاسك ديت، هحطها هنا في الستارت اب، بس هفرق بينها، ده المايكرو الخاص بيا، ده المديول كله. ممكن تخليها اتش اي اي هلو، خلي دي هلو وده هلو وورلد، بس خليها كابيتال عشان بس نفرق بينها، تمام. ودلوقتي هقول له بيلد سوليوشن، لو في اي اخطاء هتظهر لي هنا زي ما ظهر هنا، بيقول لي هلو وورلد فيها مشكله. المشكله اللي هي العلامه ديت سيمي كولن، السي شارب لازم سيمي كولن، تمام. بعد ما تخلص حاجه تديله سيمي كولن، الاخطاء كلها اختفت. طيب هقول له كلوز، هتلاقي ظهرت لي الاتش اللي هي الرساله اللي بتظهر في اول ما نبدا البرنامج. لو جيت هنا ودوست على الاتش ديت اللي هي الماكرو، اقول له رن، هيجيب لي الرساله الاولانيه خالص اللي احنا عملناها في الجزء الخاص بالفيديو، تمام. يبقى ماكرو، وتبدا تقول له عايز اعمل اديت، تقدر تعرف كل حاجه في البرنامج، مثلا تتعامل مع ترسم مجسم، ترسم اي حاجه انت عايزها. ده الجزء ده اللي احنا عملناها، دي اللي هي لما يبدا، دي لما يقفل، فتقدر تكتب شفرة الكود زي ما انت عايز هنا.